قد يكون للتسريبات في نظام التبريد أسباب عدة، على سبيل المثال عضض حيوان لخرطوم سائل التبريد، أو شرخ رفيع في الرادياتير، أو تلف ميكانيكي في مضخات المياه. وبسبب فقدان سائل التبريد ينخفض مستوى تبديد الحرارة، مما يؤدي لزيادة مخاطر التعرض لفرط السخونة. ومن أجل سد التسريبات الصغيرة في دوائر التبريد التقليدية ولتحسين مستوى التزليق لسائل التبريد، نوصي بحسب كل حالة باستخدام سائل مانع تسرب الرادياتير من ليكوي مولي استخداماً وقائياً أو لحل مشكلة معينة. للقيام بذلك يرجى اتباع الخطوات التالية: احرص على رج المادة المضافة جيداً قبل الاستخدام، ثم افتح خزان التمدد لنظام التبريد واضف سائل مانع تسرب الرادياتير لنظام التبريد وهو بارد، ويراعى في ذلك الجرعة المبينة على العبوة. أعد إغلاق خزان التمدد وشغل المحرك، والآن اجعل سائل التبريد في درجة حرارة التشغيل. بمجرد الوصول إليها أطفئ المحرك. تتكتل حبيبات البولي الكامنة في سائل مانع تسرب الرادياتير حول نقطة التسريب في نظام التبريد وتسده، ويمكن للمادة أن تبقى في نظام التبريد بشكل دائم، مما يعني أنه ليست هناك إمكانية لحدوث تسريبات جديدة. هام: لا يتجمد مانع تسرب الرادياتير، ولا يسد أي وصلات أو قنوات، ولا يسبب أي تلف لاحق. بعد إضافة سائل مانع تسرب الرادياتير من ليكوي مولي، تنسد جميع التسريبات الصغيرة، ويعود نظام التبريد للعمل على نحو صحيح مرة أخرى.